هل يسن للمرأة التورك في الصلاة مثل الرجل مع توضيح كيفية التورك؟ الأصل أنه لا فرق بين المرأة والرجل في أمور الصلاة، لأنه لم يرد دليل في تخصيص صفة صلاة المرأة، إلا أنه يجب عليها الحجاب والالتزام وستر جسمها ما عدا وجهها إذا لم يكن عندها رجال غير محارم، أما إذا كان عندها رجال غير محارم تغطي جميع بدنها حتى الوجه. وأما القيام والجلوس والركوع والسجود هذا لم يرد تخصيص المرأة بشيء، هي مثل الرجل. نعم.